هذا مقر أبو بكر قائد تنظيم عصابة البغدادي في الغوطة الشرقية. وهذا مكتبه. تم التطهير. الله أكبر. هذه المنشورات التي كانوا ينشرونها حتى يغسلوا أدمغة الناس بعقيدة فاسدة. في شي فوق؟ والله في فوق بس غدا ما في مكاتب. في شي تحت؟ ليش سحبوه طلعوه؟ هذه مقراتهم وهذه مكاتبهم. أصبحت أثرا بعد عين بعدما نقلها المجاهدون. بفضل من الله ومنا. Só quero bater em